فيكم كمان مرة بمطبخ رؤية. هيك حلقة اليوم فيها بوزيتيف انرجي حلوة، ملاحظة فيها هيك جو كثير حلو، سلسة عن جد. هلأ طبعا نكمل السلاسة، اجت انضمت لنا أخصائية التغذية رند الديسي، واليوم رح تحكي لنا عن موضوع الجريب فروت، أو عن الجريب فروت هو نوع من الحمضيات مشهور كتير وصراحة طالعة عليه إشاعة ولهلأ مستمرة أنه هو بنحف. هلأ رند رح تشرح لنا هالإشاعة هاي صحيحة ولا. أول سؤال، بنحف؟ يلا احتمال. أول حدا بقول احتمال. يلا اشرحي أكثر. أوكي، صباح الخير. أول صباح الورد. يا صباح الخير ديما، أهلا وسهلا، يلا اتحفينا. أوكي، أول شيء السلطة شكلها بشهي. عن جد يسلموا إيديكم، كثير حلو كيف بالضبط ألوانها والبرزنتيشن. خريف عربية صيف يعني شكلة ديما. صح زاكي، لازم تجربوها. أوكي، هلأ جنب السلطة أنا حاطة جريب فروت. يلا زاكي. بالضبط، فوائد الجريب فروت عديدة كثير. أول سؤال، بنحف أو ما بنحف؟ بعض الدراسات بتثبت إنه ما بيساعد على خسارة الوزن، ولكن له فائدة بقلة الشهية. نحن لما ناكل جريب فروت لأنه كثير أسيدك، كثير حمضي، هذا الحمض بيخلي شهيتنا على الأكل أقل، فممكن إنه يقلل من شهية الأشخاص، خاصة الأشخاص بتكون شهيتهم كتير مفتوحة على الأكل. بعد السفر نحن بالعادة بتكبر معدتنا، بناكل كميات كبيرة بعد عزومة معينة، بعد فترة العيد، فبنشوف إنه في عندي صار زيادة بحجم المعدة بخلينا ناكل أكثر ونشتهي أكثر، فاحتمال إنه يساعد على تقليل من شهية الأشخاص. هلأ شوفي، هو شوي بيسد النفس الحقيقة. صح، يعني لما تشربي الصبح أنت عمرك جربتي تاخذي الصبح مع الفطور؟ أنا بحبه كتير، بيسد النفس يعني ما بتقوليش قادرة تاكلي بنفس الكمية اللي بتاكليها. صراحة عن تجربة أنا بحكي، هلأ أنت أكيد المعلومات التغذوية عندك، ولكن عن تجربة أنا بنسد نفسي بس أشرب الصبح. مزبوط، حكيتي شغلة روان كتير مهمة، إنه أنا بشربه مع الأكل الفطور. غير عن الأشخاص اللي بتفكر إنه أفضل إنه أنا أشرب الصبح بكير عشان يمتصه جسمي، للأسف الأشخاص اللي بتعاني من حرقة بالمعدة، في عندي تقرحات مرات بالمعدة أو التهاب المريء، للأسف بيزيدها بشكل كتير كبير. صح، عشان هيك لازم تكون بعد وجبة استهلاكنا للجريب فروت، إن كان على شكل حبة كاملة واللي أنا بفضله كتير أكتر من العصير، العصير أو ليه؟ إن كان على شكل عصير. لازم نوقف عند هذا الموضوع. أوكي، هل فعلا أنا أخده يعني أخذ حبة جريب فروت أقشرها وأكلها، ولا أعصرها وأعمل كاسة جريب فروت، أنه الأفيد؟ أوكي، هلأ الكمية اللي أنا جايبتها هون هي الكمية اللي أنا بحتاجها لأطلع كاستين عصير. أخذت كالوريز. بالضبط، أخذت سعرات حرارية. للأشخاص اللي بتعاني من مرض السكري، حبة واحدة من الجريب فروت بتحتوي على 70 سعرة حرارية، اللي هي حصة واحدة من الفاكهة، ما بيرفع المؤشر الجلايسيمي كتير، بيرفعه بنسبة 25، يعني مؤشر الجلايسيمي بيرفعه 25 اللي هو معقول كتير، بس لما أنا أخذ كمية كبيرة للأسف هذا الإشي رح يخلي المؤشر الجلايسيمي يرتفع عندي بشكل كتير كبير. فمنلاحظ إنه السعرات الحرارية اللي فيه رح تكون عالية، وخاصة إنه حبة واحدة بتحتوي على 18 جرام من الكربوهيدرات. أوكي، هلأ نفس الشيء أكيد للبردقان والكلمنتينا وكل شيء. صح، رح ننصدم من شغلة، إنه الجريب فروت صار متعارف عليه أكثر بالقرن الثامن عشر. هو الجريب فروت بينعمل عبر تطعيم شجرة البرتقال مع شجرة البوملي، وبيطلع عنا الجريب فروت. أول مرة بعرف والله هو برتقان وبوملي بيعملوا عنا. أصلاً طعمه بتحسيه الجريب فروت. بالضبط بالضبط بالضبط، هو حمضه مثل الجريب فروت البوملي، ولكن طعمه شبيه أكثر بالبرتقال الحامض شوي. 100%. يس. طيب كم مرة بدنا ناكله بالأسبوع؟ أوكي، بصير كل يوم ناخد جريب فروت؟ بالضبط، لنيجي نحكي عن الكمية. هلأ طبعاً موسم الحمضيات، تنزل فيها الحمضيات وبتكون صحية أكتر بكتير، ونسبة الفوائد الغذائية اللي بتعطيني إياها أعلى. لما أنا أخذ الجريب فروت على شكل حبة كاملة، أولاً بستفيد من الكمية الكبيرة كتير من البكتين، اللي هو الألياف اللي بتدوب بالماء، اللي بتعطيني مثل شعور بالشبع لفترة أطول. بستفيد منها بشكل كتير كبير، وخاصة إنه الألياف اللي بتكون زي القشرة هاي لونها أبيض، اللي بقلب البيضة. بالضبط الفلوت هاي هي اللي بتعطيني البكتين. شغلة تانية، للأشخاص اللي بتحب تحافظ على نظرة نضارة البشرة، على النظر عندي كمان الفيتامين A اللي بيحتوي الجريب فروت كتير عالي، هي لون الأورنج. مظبوط، لما أنا بدي أخذ نسب عالية من اللايكوبين اللي هو من ألوان الأحمر والمائلة إلى الأورنج، بلجأ للجريب فروت. غير هيك كمان بحد من كتير من الأمراض، خاصة أمراض القلب، السكري. وبنفس الوقت لما أنا أحكي عن الأشخاص اللي عندها تجلط بالشرايين، كتير مهم إنه نحن على شكل يومي أخذ حبة جريب فروت. جريب فروت معناته يومي لو أخذت حبة ما في مشكلة؟ لا، ما في أي مشكلة. كتير حلو. طيب كيف ممكن، هلأ إحنا داخلين على الشتاء وأنت بتقولي إنه هو مفيد برضو للصحة، هل فعلا هو ممكن يقينا من نزلات البرد، وخاصة للأطفال؟ إحنا بنحكي بتعرفي إنه الصغار من البارد للحامي، يعني بتقلب الطقس عليهم، هل ممكن يكون وقاية لهم إذا أعطيناهم إياه باليوم؟ هلأ بالعادة
نحن بنعتقد انه الفيتامين سي هو السبب الرئيسي للوقايه من نزلات البرد، ولكن دراسات جديده عم تثبت انه الفيتامين سي بيقلل من حديه البرد، يعني حديه السعله، قد ايه درجه الحراره بتكون مرتفعه من حده الاعراض تبعت، ولكن لا يقينا منه، ما بيقي. شو اللي بيقي بشكل اكبر هو الزنك اللي بيحتوي عليه كمان كثير من الحمضيات، فانا لازم اركز على الزنك مش بس على الفيتامين سي. بالضبط، دائما نحن لما اطفالنا يمرضوا او لما نحن نمرض بقول لك بنشربهم عصير بردان، عصير كثير منيح لانه هو مش بس عم يعطيني فيتامين سي، عم بيعطيني زنك وعم بيعطيني بنفس الوقت مغذيات مختلفه. بس مش صح انه انا الجا للفوار الفيتامين سي اللي بيحتوي على جرام واحد، نسبه كثير عاليه لجسمي، وبنفس الوقت رح يخلي الكلى تشتغل اكثر، وبنفس الوقت مش هو رح يكون السبب انه انا احمي جسمي من نزلات البرد. لكن على عكس هذا الشيء الزنك اللايكوبين الموجود كمان فيه، ما ننسى بالضبط البوتاسيوم اللي نسبه كثير عاليه بالحمضيات. يعني هل تقريبا الحمضيات اذا نحكي بشكل عام الكلمنتينا البوماليل الجريب فروت او البردقان بيحتوي تقريبا على تقريبا النسب هاي موجوده؟ يعني الزنك موجود، اللايكوبين موجود، البكتين، هذا كله موجود في كل الحمضيات، ولا في نوع من الانواع بتحسي انه اعلى نسبه من بقية الأنواع؟ هلأ بالعادة بيعتمد على الكمية اللي أنا عم باخدها. بالعادة الكلمنتين بتكون الكمية أقل أصغر، فالنسب بالضبط الغذائية اللي بوملي مثلاً أقل. مسين ده يأكل له بالضبط حبة بوملي مش بوملي يعني القصد مظبوط. قصدك أنت على حجم الحبة هون عم تحكي، مش عم تحكي عن يعني عن كمية أنه في فاكهة فيها أكثر من الثانية؟ مش بالضرورة. مش بالضرورة، كل الفواكه بتحتوي تقريبا على نفس المواد الغذائية، وخاصة إذا كانت يعني بتنتمي لمجموعة واحدة. أوكي. مجموعة الحمضيات بالضبط. أوكي. منلاقي إنه الليمون شبيه بالبردقان، شبيه بالكلمنتين، البوملي، شو من كان. بس بدي أنتبه لشغلة مهمة، إنه لازم أنا أخذ مجموعة منهم، يعني مش كل يوم بدي أخذ حبة جريب فروت، ولا كل يوم بدي أخذ بس بردقان أو بس ليمون. طبعاً بيختلف من تقبل الشخص لطعم معين وقديش هو عنده مشاكل بالمعدة. اللي عندهم مشاكل بالمعدة وحمض المعدة بدهم يبعدوا عن الليمون، عن الجريب فروت، ويركزوا على البردقان اللي بيعتبر شوي أقل حمض منه لأنه بيحتوي على سكر أعلى. للأشخاص اللي بيعانوا من السكري بدي أركز على الليمون وعلى الجريب فروت، لأنه الجلايسيميك إندكس أو المؤشر الجلايسيمي مش مرتفع، فما بيرفع نسبة السكر بالدم. أما للأشخاص اللي ما عندها أي مشاكل صحية ممكن أنه أنا أنوع من كل نوع لو حبة باليوم. دائما أنا بحكي كل ما كان في ألوان بصحنا كل ما رح يعكس هذا الإشي على البشرة وعلى الوجه. أكيد سلطة الألوان مش أكثر اليوم. على الألوان الموجودة. طب بدي أسألك هلأ، حصص الحمضيات، حصص الحمضيات للي بدهم يعملوا دايت، حبة كلمنتينة مثلاً، حبة جريب فروت واحدة، كم حبة بقدر أخذ باليوم مشكل؟ يعني ما بدناش نقول بس جريب فروت. أوكي، هلأ إحنا دائماً بنحكي عن الحصة الواحدة بدها تكون تعادل تقريباً 30 جرام من الفواكه، فدائماً بلجأ لفكرة إنه أنا أخذ الحبوب شوي صغيرة. يعني شوفي أنا جايبة لك حبة متوسطة وحبة إكس لارج، فأنا ما بلجأ إنه هاي أعتبرها حصة من الفواكه، بلجأ إنه الحبة المتوسطة تعتبر حصة واحدة من الفواكه. البرتقال نفس الإشي، البرتقال يفضل إنه نحن ناخذ الحبوب المتوسطة الحجم، ما ناخذ الحبة الكبيرة، وخاصة إذا بنعاني من مرض السكري أو بدنا نخسر وزن. الليمون ما في مشكلة لأنه أصلاً السعرات الحرارية اللي فيه أقل من الحمضيات التانيين. والكلمنتين ممكن إذا كانت كتير صغيرة، يعني تقريباً نص هاي الحبة صغيرة، بدي آخذ تنتين حبتين. طب البوملي ما حكيت؟ البوملي ممكن اخذ كوب واحد او لا، صراحه كوب اذا يعني كوب مؤشر يعتبر حصتين من الفواكه، فيفضل انه اخذ نص كوب من البوملي هي حصه واحده من الفواكه. والله حصه من الفواكه، شوفي زي ما قلتي ديما هذا ابدا مش حبه واحده، انا حبه انا اخذت حبه الفواكه تبعتي غدا بطيخه. انت بتتغدي شهر هاي؟ لا انت بتتغدي بوملي مش بتتحلي ولا اسنان. طيب رند حبيبتي شكرا كثير لك، شكرا لكم، شكرا كثير كثير.